ألعاب الفيديو بيكون دائماً فيها أشياء مخفية فيها وعدد جداً قليل من اللاعبين بيكتشفها، وأحد أهم هذه الأشياء المخفية هي الرسائل السرية. في كثير ألعاب فيها رسائل سرية ومستحيل تشوفها إذا لعبت اللعبة بالشكل الطبيعي، فهذا موضوع فيديو اليوم، أغرب 10 رسائل سرية مخفية في الألعاب. فيلا خلنا نبدأ. قبل لا نبدا بس حاب اعلن عن الفائز على $500 واللي كان على اخر فيديو توب 10، والفائز معنا هو يوزر اسمك صعب صراحه بس ان شاء الله الف مبروك. والجيف اوي الشهري الجديد ايضا على $500، اذا حاب تدخل بفرصه الفوز فيها كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناه واترك اي تعليق اسفل الفيديو. قبل لا نبدا بس حاب اتكلم عن اقوى موبايل بعام 2023 واللي راح يهمكم لان الاقوى والافضل للجيمينج، واللي هو موبايل سامسونج اس 23 ألترا واللي موجود بين يدي الآن. هذا الموبايل يعتبر حلم أي جيمر أو أي واحد يلعب على الموبايلات بسبب أنه بيدعم معالج سناب دراجون 8 من الجينيريشن الثاني مع 12 جيجا بايت رام، واللي راح يشغل لك أقوى الألعاب بأعلى الإعدادات بدون أي مشاكل تعليق أو حرارة. لعبت كثير على الموبايل كول أوف ديوتي موبايل، ببجي، ألعاب سيارات، والله ما شفت أداء أي موبايل جربته أفضل منه. وأحد أهم الأشياء اللي تميز الموبايل هو الشاشة، التلفون بيدعم شاشة AMOLED 120 هرتز، فرح يكون عندك دقة رائعة مع سرعة في الحركة. الموبايل بيدعم 4 كاميرات، 3 من الخلف و1 من الأمام، كاميرا تيليفوتو للصور القريبة والترا وايد، وكاميرا أساسية بدقة 200 ميجا بيكسل، يعني تقدر تصور صورة عادية نفس كذا وبعدين بس تكبر فيها وتسوي زوم رح تشوف كل التفاصيل. ومن قوة زوم الموبايل رح تقدر تاخذ صورة واضحة للقمر نفس اللي شايفينها قدامكم، والتصوير الليلي في الموبايل جدا رائع. وبيجي مع الموبايل الاس بن اللي له استعمالات جدا رهيبة، فإذا ودك تعرف معلومات أكثر عن موبايلات جالكسي S23 سيريز وبالتحديد S23 ألترا فشيك الرابط اللي موجود بالوصف. ويلا خلينا نبدأ في الفيديو. طيب خلنا نبدأ بالمرتبة 10 مع لعبة سونيك سي دي. ألعاب سونيك تعتبر من أكبر سلاسل ألعاب في التاريخ، ومن شهرتها تم إنشاء فيلم هوليوود للعبة، والمعروف أيضا بألعاب سونيك إنها موجهة للأطفال، بس الرسالة السرية اللي موجودة في لعبة سونيك سي دي أبدا مو مناسبة للأطفال، بس تكون في القائمة الرئيسية للعبة اضغط هذه الأزرار على يد جهاز السيجا واللي هي تحت 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 يسار يمين A، وراح تفتح لك هذه القائمة واللي فيك تكتب فيها 3 أرقام، وتقدر تحاول تكتب كثير أرقام فيها وما رح يصير أي شيء، بس لو كتبت 46-12-25 فرح تطلع لك صورة لسونيك جدا غريبة مع رسالة مكتوبة في الياباني، ورح تشتغل موسيقى جدا مخيفة. طبعا راح تفكر ان ترجمة الكلام المكتوب شيء مخيف او من الدارك ويب، بس لا، الكلام المكتوب بكل بساطة اول شيء مرح لا نهائي، بعدين بالنص شركة سيجا، وتحت توقيع مطور اللعبة. رسالة جدا عادية ومرحة، بس ما ادري ليش حطوها بهالاجواء المخيفة، ومثل ما قلت اللعبة موجهة للاطفال، فتخيلوا ردة فعل الاطفال المساكين اللي اكتشفوا هذه الرسالة على وقتها وما كانوا بيعرفوا يقرأوا ياباني، اكيد اجتهم كوابيس منها الصورة. في المرتبة 9 عنا رسالة سرية رهيبة في لعبة Metal Gear Survive، بس قبل لا أتكلم عن الرسالة السرية في قصة سريعة لازم تسمعوها عشان تفهموا معنى الرسالة. سلسلة ألعاب Metal Gear تعتبر من أفضل ألعاب الأكشن والجاسوسية في التاريخ، اللعبة لها عدة أجزاء وكلها من تطوير المبدع هيديو كوجيما، وهذا الشخص الناس بيعتبروه من أفضل صانعين الألعاب في التاريخ. طبعا هو مطور وصانع اللعبة، بس ناشر اللعبة والشركة اللي عندها حقوق اللعبة هي الشركة اليابانية كونامي. وبعام 2015 صارت خلافات كبيرة بين كوجيما وشركة كونامي. من قوة الخلافات آخر لعبة اشتغل عليها Metal Gear 5 فازت بجائزة بحدث جوائز الألعاب، وشركة كونامي منعت كوجيما من انه يستلم الجائزة مع انه هي لعبته بس منعتها. المهم كوجيما غادر شركة كونامي والشركة ما وقفت لعبة Metal Gear، لا
بعد خروجها جابت مطورين ألعاب جدد عشان يشتغلوا على جزء جديد للعبة باسم Metal Gear Survive، وكان جدا سيء وتقييماته جدا قليلة، وإعلان اللعبة عليه 150 ألف ديسلايك على اليوتيوب، لأن مو كوجيما اللي اشتغل على اللعبة، لا جابوا مطورين جدد ما عندهم أي خبرة وخلوهم يشتغلوا على اللعبة. بس هالمطورين كانوا يحبوا هيديو كوجيما وحطوا رسالة مخفية في اللعبة عشان يمدحوه. في أول مقطع في اللعبة شخصيتك رح يكون ماسك ورقة فيها عدة كلمات، ولو بتاخذ أول حرف من كل كلمة فرح تطلع كلمة KGP Forever. KGP هو اختصار لاسم شركة كوجيما اللي هي كوجيما برودكشن، فيعني الرسالة السرية بتقول كوجيما إلى الأبد، مع أنه لو تفكر فيها المفروض يكرهوا كوجيما لأنهم قاعدين يشتغلوا مع كونامي يلي بينها وبين كوجيما عدة مشاكل، وعلى الأكثر هالمطورين تم طردهم بعد اكتشاف هالرسالة من شركة كونامي. في المرتبة الثامنة عنا رسالة مخفية في لعبة دوم. لعبة دوم معروفة إنها من أكثر الألعاب اللي فيها أكشن وعنف. في اللعبة حرفيا أنت قاعد قاتل وحوش وشياطين عند منطقة كلها نار وبراكين، وأكثر شيء يميز اللعبة ويخلي الحماس فيها جدا عالي هو موسيقى اللعبة. اللعبة موسيقتها جدا حماسية وتعيشك بأجواء الأكشن، بس هذه الموسيقى فيها رسالة سرية. لو سجلت موسيقى اللعبة لوحدها بدون أي صوت ثاني وحطيتها على الكمبيوتر في أي برنامج مونتاج أو تعديل أصوات، فرح تلاقي رسالة سرية بالموجات الصوتية تبع الأغنية، والرسالة هي 3 أرقام 666. واللي ما بيعرف إيش المعنى من هذه الأرقام، فبعض الناس بيعتقدوا إنه هذا رقم الشيطان عند المثل، ولو دورت على الانترنت راح تلاقي عدة مواقع تشرح ايش العلاقة بين هذا الرقم والشيطان، وفوق الرقم راح تلاقي مرسوم نجمة خماسية واللي هي معروفة انها نجمة شيطانية. ومو بس كذا، لا في شيء ثاني مخفي في الموجات الصوتية للاغنية. في احد اجزاء الاغنية راح تلاقي هذه الموسيقى، لو عكست هذه الموسيقى راح تسمع، مثل ما سمعتوا في صوت عم يتكلم Jesus loves you أو Jesus يحبك، وJesus هو اسم نبي الله عيسى عليه السلام عند الأجانب بيسموه Jesus، فشيء جدا غريب بكل صراحة. كل هالأشياء مخفية بموسيقى اللعبة فقط. في المرتبة السابعة عنا رسالة سرية جدا مضحكة وموجودة في لعبة جدا قديمة، واللي هي لعبة Iron Tank، واللي نزلت عام 1988 على جهاز النينتندو. اللعبة فكرتها جدا بسيطة، انت في حرب وبتتحكم بدبابة ولازم تدمر دبابات الاعداء. اللعبة من تطوير شركة العاب اسمها SNK، وكانت تشتغل على جهاز النينتندو NES واللي كان اشهر جهاز العاب بهذاك الوقت. وواضح ان مطورين اللعبة كان عندهم عدة خلافات ومشاكل مع شركة نينتندو، لان في رسالة سرية في اللعبة المطورين فيها قاعدين يسبوا شركة نينتندو ويتكلموا عليها كلام سيء. طبعا الرسالة المخفية موجودة بملفات اللعبة مو باللعبة نفسها، لازم توصل اللعبة بجهاز نينتندو، بعدين توصل الجهاز على الكمبيوتر، وبعدها تقعد تدور بين عشرات آلاف الأكواد وراح تلاقي هذه الرسالة المخفية. ورسالة بتقول أنا البروغرامر KNT، هذول الأغبياء في شركة نينتندو لعنة عليهم، إن شاء الله يموتوا، إن شاء الله الشركة تفلس، أكرهكم جميعا وبالذات الغبي مستر تي. طبعا الترجمة فيها عدة تعديلات، الكلام اللي مكتوب أوسخ من كذا بكثير بس ما أقدر أقوله في اليوتيوب. فهذه أحد أكثر الرسائل المخفية المضحكة في تاريخ الألعاب. واضح شركة نينتندو جدا عذبوهم ورفعوا ضغطهم أثناء تطوير هاللعبة لجهازهم، وهذا المطور كان بس وده يفش غلة بشركة نينتندو. في المرتبة السادسة عنا رسالة خفية مضحكة وحزينة بنفس الوقت بلعبة سبايدر مان الأخيرة. لعبة سبايدر مان
عالم مفتوح، تلعب بشخصية سبايدر مان في مدينة نيويورك في أمريكا، وفينك تروح على أي مكان في المدينة. المهم في شخص اسمه تايلر كان فان للعبة بشكل جدا كبير، وقرر أنه يطلب من مطورين اللعبة طلب شخصي. كتب لهم على تويتر أنه هو جدا معجب بلعبتهم ومتحمس عليها وعنده طلب. قال أنه هو وده يتقدم للزواج من حبيبته اللي اسمها ماديسون، وطلب من مطورين اللعبة إن هل ممكن تحطوا في أي مكان في عالم اللعبة جملة ماديسون would you marry me، أو بالعربي هل تقبلين الزواج مني يا ماديسون. وكان وده يلعب اللعبة مع حبيبته وبعدين يوديها على هذا المكان في عالم اللعبة ويفاجئها فيها. ومطورين اللعبة ردوا عليه على تويتر ووافقوا على هذا الشيء، ووقت نزلت اللعبة جملة طلب الزواج كانت فعلا موجودة بأحد المناطق بعالم اللعبة بشكل مخفي. وبعد نزول اللعبة الناس صاروا يكلموا تايلر يقولوا له ها ايش صار، خبرنا هل فعلا تقدمت لها بالزواج عن طريق اللعبة ولا لا. راح تايلر سوى فيديو على اليوتيوب وشرح انه قبل نزول اللعبة بايام مسك حبيبته قاعدة تخونه مع اخوه، يعني كل هذه الخطة الرومانسية على الفاضي. والشيء الحزين انه الى الان هذه الرسالة موجودة في لعبة سبايدر مان. في المرتبة الخامسة عندنا رسالة مخفية في لعبة Just Cause 4 وما تقدر تشوفها إلا إذا هكرت اللعبة. لعبة Just Cause 4 جدا مجنونة، اللعبة بتسمح لك تسوي أي شيء يخطر في بالك في عالمها المفتوح، وحتى تقدر تطير في عالم اللعبة وتقدر تتعلق بحبل في الطيارات وتخليها تسحبك. فاللعبة جدا مجنونة، بس الشيء الوحيد اللي ما تقدر تاخذ راحتك فيه هو إنك تغوص تحت البحر، لأن شخصيتك راح يختنق بعد مدة قصيرة تحت الماي ويموت، واللعبة ما بتوفر لك أقنعة أكسجين. وأصلا لو بتلقي نظرة تحت البحر ما رح تلاقي كثير أشياء تستكشفها، معظمها فاضي. بس في شخص لعب بملفات اللعبة وهكرها عشان يقدر يتنفس تحت المي، وفعلا قدر يتنفس وصار يغوص بأعماق البحر ونزل مسافة جدا طويلة ولقى بسفل البحر هذه الرسالة السرية. الرسالة بتقول You don't belong here، وترجمتها بالعربي أنت المفروض ما تكون موجود هنا. وهذا الكلام صح، حرفيا ما في أي وسيلة توصل لهالمنطقة في اللعبة إلا إذا هكرتها طبعا، نفس اللي سواه هذا الشخص. فاللعبة مستغربة منك، يعني رسالة عم تقول انت كيف وصلت هنا، المفروض ما تقدر توصل. في المرتبة الرابعة عنا رسالة سرية الى الان لم يتم فهم معناها، والرسالة موجودة في لعبة Half-Life 2. لعبة Half-Life 2 تعتبر من افضل وانجح العاب الشوتر في التاريخ. اللعبة كانت جدا ممتعة بس كانت ايضا جدا غامضة ومليئة بالاسرار، نفس سر الشخصية المجهولة جيمان اللي بيطلع بشكل غامض في اللعبة، ونفس سر أصوات الزومبي اللي تكلمت عنه في فيديو قبل. أصوات الزومبي في اللعبة لو عكستها راح تلاقي الزومبي قاعد يبكي ويطلب المساعدة. المهم معظم الألغاز والأسرار في اللعبة تم اكتشافها لأن اللعبة نزلت عام 2004، أي من 20 سنة تقريبا، إلا لغز واحد اللاعبين إلى الآن ما قدروا يكتشفوه، واللي هو في اللعبة رح تلاقي في لوحة مكتوب عليها XCCR، وهذه هي الرسالة السرية. اللاعبين ودهم يعرفوا إيش المعنى من هذه الأحرف، وممكن حد يقول إنه فقط أحرف عشوائية حطوها اللعبة. لا، مع ألعاب ثانية إيه ممكن، بس هاف لايف كل شيء فيها له سبب. ودليل ثاني إنه هذه الأحرف مو عشوائية في موقع بنفس اسم الأحرف بالضبط XCCR.com، وهذا الموقع تم إنشاءه من الشركة المصنعة للعبة نفسها شركة فالف، وتم إنشاءه بنفس يوم نزول اللعبة عام 2004. بس تدخل الموقع راح تطلع لك هذه الصفحة اللي بتسمح لك تكتب فيها أرقام، بس ما راح يصير أي شيء. ومن 20 سنة إلى يومنا الحالي اللاعبين ما قدروا يكتشفوا أي شيء، وفي عدة مواقع ومنتديات فتحت عشان يجربوا بهذا الموقع وما قدروا يوصلوا لأي إجابة. حاولوا نفسكم، اكتبوا الموقع وحاولوا ممكن أنتوا تكتشفوا معنى الرسالة السرية. في المرتبة الثالثة عنا رسالة أو صورة سرية في لعبة ماينكرافت. ماينكرافت فيها عدة ألغاز وأسرار مخفية وتكلمت عنهم كثير بفيديوهات قبل، نفس إذا غيرت اسم الفينديكيتر إلى جوني رح يصير معاه فأس ويحاول يقتلك، أو إذا غيرت اسم المعزة بأسماء مطلوبة
مطورين اللعبة فراح يسووا لك حركات رهيبة. بس أحد أغرب الألغاز في ماينكرافت واللي راح تعطيك رسالة أو صورة مخفية هي لما تدخل على الكهوف في اللعبة راح يشتغل صوت مخيف. وكل كهف له صوت مختلف عن الثاني، بس جميع الأصوات مخيفة. المهم لو سجلت صوت أحد الكهوف واللي اسمه كيف 14 بملفات اللعبة وبعدين أخذت هذا الصوت وحطيته في أي برنامج أصوات أو مونتاج، يعني نفس ما سوينا في المرتبة الثامنة مع لعبة دوم، فالموجات الصوتية راح تكون على شكل الصورة المخفية واللي هو كائن الكريبر في لعبة ماينكرافت. في المرتبة الثانية عنا أول رسالة سرية في تاريخ الألعاب واللي كانت موجودة في لعبة أدفنتشر اللي نزلت على جهاز الأتاري عام 1980، أي من 43 سنة. وهذا اللي قدامكم فيديو للعبة، وأدري ممكن حد يقول إنه اللعبة شكلها جدا سيئة، بس كذا كانت الألعاب من 40 سنة. المهم على وقتها كانت شركات الألعاب تمنع المطورين والناس اللي يشتغلوا على اللعبة من إنهم يحطوا اسمهم بداخل اللعبة، على عكس اليوم. اليوم بس تختم أي لعبة في النهاية راح يحطوا لك أسماء جميع الأشخاص اللي اشتغلوا عليها، بس من زمان كان هذا الشيء ممنوع. ومطور لعبة أدفنشر ما كان عاجبه هالكلام، يعني هو اللي اشتغل على اللعبة وتعب عليها وفي الأخير ما يقدر يحط اسمه في أي مكان في اللعبة، فقرر يضيف اسمه للعبة بشكل مخفي وما تقدر تطلعه إلا عن طريق لغز. اللغز بكل بساطة لازم تفوز باللعبة، ولما تفوز تلعبها مرة ثانية بس تمشي بالطريق العكسي، وبس راح يوديك على غرفة مكتوب عليها Created by Warren Robert Ned، أو بالعربي تم صناعة اللعبة وضاف اسمه. وهذه أول رسالة مخفية وأول لغز حتى في تاريخ ألعاب الفيديو. في المرتبة الأولى عنا أكثر رسالة مخفية تتكرر في الألعاب، ومو بس بالألعاب، لا أيضا موجودة بأفلام هوليوود، في الكرتون، في الغناء، في كل مكان، واللي هي علامة أو شعار الماسونية. علامات الماسونية كثيرة مثل ما شايفينها قدامكم، بس أشهر شعار عندهم هو الهرم اللي فيه عين فوق. طبعا ما راح أتكلم الآن عن نظرية المؤامرة والماسونية مسيطرة على العالم ومن هالكلام، لا هذا الكلام بنخليه لفيديو ثاني. بس اللي أبي أقوله هنا ان تقريبا 99% من جميع العاب الفيديو فيها شعار الماسونية بشكل مخفي. خلني اعطيكم شوية امثلة على السريع. في لعبة Call of Duty موجودة في احد البركات ومرسومة على الحيط وعلى الشخصيات. في لعبة Fortnite تقدر تشوف احد الشخصيات يسويها وايضا مرسومة على الصخور في الماب، وايضا موجود في العاب Assassin's Creed، وموجود باكثر من مكان في العاب GTA وبالتحديد اخر جزء GTA V، وفي لعبة PUBG وليج اوف ليجندز، ولو بدكم العاب جديده فاخر لعبه نزلت من شهرين تقريبا اللي هي هوجورت ليجاسي موجود الشعار بشكل جدا واضح، وكمان في لعبه سونيك جديده نزلت من فتره قصيره ايضا موجود الشعار بشكل واضح. هذه فقط امثله بسيطه عن شعار الماسونيه في الالعاب، بس حرفيا لو بتدور على اي لعبه موجوده راح تلاقي الشعار موجود فيها بشكل مخفي. في ناس بيقولوا انه شركات الالعاب تابعه للماسونيه وعم تحط هذا الشيء بشكل مخفي، وناس ثانيين بيقولوا انه هذا الشعار جدا انشهر بنظريات المؤامرة، فالالعاب بيحطوا هالشعار في العابهم عشان يمقلبوا اللاعبين ويصيروا يتكلموا عن اللعبة اكثر. مين منهم الصح ما حد يدري. وبكذا ممكن وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم. قبل لا تطلع لا تنسى تشيك حسابي على الإنستغرام والتيك توك موجودين فوق، والروابط موجودة بالوصف. أحمل فيديوهات جيمينج قصيرة وفي جيفويات رهيبة هناك. وإذا عجبكم الفيديو أتمنى تدعموه بزر اللايك وتشتركوا في القناة، ولا تنسوا تشيكوا الرابط بالوصف لتعرفوا معلومات أكثر عن موبايل سامسونج S23 ألترا، ورح يهمك إذا كنت تلعب على الموبايل لأن الموبايل جدا قوي للألعاب. وبس كان معكم بشار كيال وبشار كيكي، شوفكم فيديوهات ثانية إن شاء الله، مع السلامة.